حبو بيضة كينا أقراص كبريزونتي كافا الكاتراس يجي نقولك مونخو هاد الشي حيت راسي تهرس جبنا مونخو فرواحنا شحال تهرسس من القرعة وشحال تشكب فيها من كاس خلينا مونخو والدينا عايشين في الوسواس عمرنا معاهم كنا كنصعبوهم ولاد الناس اتلفت ما تعرف سمك يمشي تلحلك في الكاس سبع عيلة طاحوا لين يا بمونخو بلا ما تبقاش قلب على الدراس عطيناهم رواحنا بغاو يشوفونا مردومين وسط الحباس I'm sorry ماما I'm sorry ماما I'm sorry ماما بغير لينا I'm sorry ماما بغير لينا بويا قسم مع الراب كنت باقي صغير اخويا قول عندي شي 16 عام بحال ما هكاك كدرت واحد المهم كدرت واحد البسالم المهم كشاب عليا السجن ملي دخلت للسجن طلعت من واحد الدري ولد حي المحمدي كنت كنمشي انا ويا للسونتر كنمشي انا ويا للسونتر بحال ما هكا والشومبر ديالي الشومبر فيه 12 واحد والواحد لكن كان صاحبي ممكن نقسموا قفه وحده ماكله وحده ديك الساعه كانت باقا الزياره في 2015 هو داك الدري كان كيكتب ماشي كيكتب الراب كيكتب القصه اللي كتوقع عليه في الحبس فهمتي داكشي اللي يدوز هو وداكشي اللي وبالليل ملي كنريحه وما كيكون ما يدار صافي كنبقاو كيورينا ورقه كيقول لي شنو هو كاتب من تما ولينا هذيك الكتبه اللي كيكتب هو كنشد انا كنراب فيها ولينا صافي ولينا ديك اللعبه ديال كن مروجين القضيه كنخرجوا للكور بحال ما كل السياحه كنبقاو الرابيو هذه القصه ولكن مني خرج انا ودرينيش هو خليت عنده ديك الساعه خليت عنده عام ديال الحبس مني خرج انا بغيت الرابي لقيت شويه صعوبات من ناحيه الاستوديو من ناحيه ما كاينش المساعده بنادم كنت بغيت بارطاج بزاف ديال الحوايج كنت انا باغي نخرج باغي شويه تصلح المجتمع ماشي شغلني دابا بحال الدرواب دابا اللي كاين حاليا اللي كيبانوا ليا كاين غير الكلاش فهمتيني كيبقى بنادم هذا كيخسر في الهضره هذا كيعلى هذا في مو حنا انا كش ما كنتش باغي نخرج بحال ماكو كنتش باغي نخرج باش نصلح المجتمع المهم هذاك الشيء اللي دوز انا وغلطت فيه ملي كنت صغير ما بغيتش بنادم يدوزو اختارت هذا النوع ديال الموسيقى حيت كيقول لك الراب الراب فن ديال الزنقة غير اخويا فهمتي الراب ماشي دابا كاين الفرق ما بين الرابر وما بين فنان كيغني الراي الراب فن ديال الزنقة كتغني نتايا على القيطة وكتغني على المعاناة ديال الشعب كتغني على داكشي اللي عايش نتايا حيت حنا اصلا ولاد الشعب ماشي من طبقة برجوازية الراب اي واحد غتلقاه دابا كيغني الراب غتلقاه ولد الشعب باغي يفرغ داكشي اللي عنده داك الكابات اللي عنده الداخل باغي يفرغه مني بدات الكاريير ديالي خرجت شي 30 تراك ولكن دابا حاليا بقات شي 19 تراك وشي وحدين مرجعهم بريفي وكاين تراك واحد اللي عندي فلاشين اللي انا شخصيا كيعجبني هو ام سوري ماما ما بالتراكات الاخرين كلهم غير كلاشات حيت قلت لك خويا مني خرجت انا من ديك الفتره ديال السجن وبغيت بغيت نطور من الراب ديالي لقيت بنادم غير كيتشكلاشا ما كنت انسبيرا من حتى شي واحد الصراحه حاليا في المغرب ولكن الرابر اللي كيعجبني في المغرب واخا كاين شي ناس ما غيحملونيش على هذه الكلمه هذه هو المورا هو اللي كيعجبني وعنده امكانيات وعنده موسيقى ولي فري عنده موسيقى ملي كنت في هذيك الفتره ديال السجن نقول لك في 2015 شهر 12 بالضبط كنشوف بحال ما هكا في الشرجم كيبان لي الغمام وكتبان لي الشا ديال بصح وديك النهار عندي الزياره انايا ما بقى عندي ديك الساعه ما بقاش عندي حتى شي حاجه في القالوري كيف ما كنقولوا حنايا وسط الحبس وبقيت كنتفكر بحال ما هكا كيبان لي بنادم جايين عند والديه للزياره انا ديك اللعبه ديال ما مع الدار بعيده ما بين عين السبع لسدي معروف ملي جاتني ورقه الزياره خرج بحال ما هكا مني عنكت الوالده لقيتها فاز قلت لا بيا سارده ديال بصح تما فين بقى فيه الحال وحلفت ما بقيتش غنضرب شي مونشيف ولا غندير شي حاجه اللي غتوصلني لهذاك الخنش صافي ومن تما خرجت انا خرجت باش نرابي وباش نسيطر على
نسيطر على الراب ونحيد منه المشاكل ديال الكلاشات. حنا بغينا الراب نصلحوا به المجتمع، حيت الراب مني خرج شويه الامريكان كيدوي على المعاناه ديال الشعب اخويا. دابا الراب ولا كيدوي على كيبانهم كيجبد على كدواسا، كاين اللي كتلقى كيكلاشي دابا بمو، كاين اللي كتلقى كيكلاشي دابا بخشو، كاين اللي كتلقى. حنا ما بغيناش بحال ماكو، حنا بغينا نتحدوا. دابا كتلقى مثلا مكناسي باغي بريزونطي مدينتو، فاسي باغي بريزونطي مدينتو، كازاوي باغي بريزونطي مدينتو، ماشي مجموعين كل واحد كيغني على مدينتو. حنا ما بغيناش هادشي هذا. حنا راه الحمد لله الراب المغربي راه غادي عندنا بخير، ولكن خصنا نتحدوا باش نديروا شي حاجه اللي زوينه. ما كاينش امكانيات، يلاه غير يلاه. دابا شفت مع واحد الناس، واحد السيد، واحد الدريت شينو، تحياتي ليه من ود فرنسا. المهم كاين كنت بغيت تصور، كيقول لك بنادم مثلا 1200 درهم 1500 درهم هذه غير تصور، كنت بغيت تسجل على الاقل كتسجل ب 600 درهم. ملي قلت له برودوي ما كيضربش الكليفي بزاف. مثلا كتجمع بنادم باش يكون معاك، يكون وراك وانت كتغني، صعيب باش تلقاه. الا بغيتي شي كاميرا مزيان خصك لي واحد 3000 درهم ولا 7000 درهم، باش يلاه يجيب لك ماتريان ويجيب لك كوادات ويجيب لك ماطر ويجيب لك بزاف ديال الحوايج. وهادو هما المعاناه اللي كنطيح فيهم انا، حيت كنكليبي سولو ملي كتلوح لبنادم باش يعاونك يبارطاجي معاك ما كتلقاش الدعم. كيقول لك الديسك راه مزيان، ولكن الكاليتي ديال الكليب ما. والراب اخويا كيتسمع ماشي كيتشاف. ملي دخلت انا للدومين هذا ما على باليش بفلوس ديال اليوتيوب ولا فلوس ديال، انا دخلت للدومين هذا باش نسمع صوتي لولاد الشعب. ولكن هنا فين غنلقى المشكل؟ ما انا حيت انا كنت داخل على الفلوس غنلوح من تراك الاول تراك الثاني تراك الثالث، ما غندخل حتى شي حاجه، غنحبس الراب. ما عنديش شي هدف، الحمد لله عندي صناعه ديالي لي شي حلاقش، عندي 4 ديبلومات وعندي سال لي جو، عندي بيارغون فازور، عندي سال لي جو. ما كنتسنى من الراب والو، كنتسنى من الراب غير سميه في الراب. كنتسناو الجديد ان شاء الله راه غيتلاه هاد الشهر هذا، فيديو كليب وشي حاجه لي برو، حيت تعطلت هاد الايامات هادي، ما بغيتش نبقى غير اللوح، بغينا نلوحو شي حاجه لي تكون زوينه وتمنى الاعجاب ديالكم اخوتي. ومهم لاشين ديالي راه الشوابح بيرلو، كتبوها يا بالعربيه يا بالفرنسي، وبيكاب ليكم اخوتي وبيكاب الاشباح.